نار براحتك. يقال أن الصمت أبلغ من الكلام لأنه لغة العظماء ومصدر القوة، وهو علم أصعب من علم الكلام. فإن أردت الكلام فلزم الصمت. يسعد مساك وين ما تكونوا، حلقة جينا برنامج يومك. مساء الخير عبير. مساء النور، كيف حالك اليوم؟ شو رايك في الصمت؟ مسكتوا خير. لا لا فعلا الصمت أحيانا يكون أبلغ من الكلام جدا. هذا مع الصمت فيه الصبر، خاصة في مواقف معينة. دائما مش مواقف معينة، دائما السكوت دائما يكون أفضل مش تأنى أكيد أكيد يا زيد. دائما زيد ينصح فيها، دائما تأخذ خطوة للخلف في أي مشكلة قبلاتك، هذا حل المشكلة بنسبة 50%. لأن التسرع، وأنا إنسان متسرع للأسف، ولكن التسرع دائما يكون مكان الخطأ. أنت متسرعة؟ جدا، ولكن اكتشفت مع مدرسة الحياة زي ما نقول والخبرات والتجارب، بأن فعلا الصمت هو اللي يخلي الطرف الآخر في على أحر من جمر، يخليه يخاف. نسكت حتى لا، خلونا نشوف الكليب الجاي شنو هو، ونرعدوك من ونرجع من جديد ما تبعدش. نشوف فيها كل يوم، كل مرة عينيها مليانة نوم، إني نتجرب ونكلمها ما جاش هذا اليوم، ونحاول نمشي وراها من غير ما تحس بشكلي طبيعي من برا، وبس إني نتجرأ ونكلمها ما عشنا الجنفس. عينيها حلوة لدرجة كبيرة، وقلبي رفرف لما تجي في السيرة. عينيها حلوة لدرجة كبيرة، وقلبي رفرف لما تجي في السيرة. لو عندك حد تحبه وقلبك ليه مرتاح، لا تضيع الفرصة ولا تندم عاللي راح. عندك حد تحبه وقلبك ليه مرتاح، لا تضيع الفرصة ولا تندم عاللي راح. من حق النبضة في قلبك تحب وتنحب وترتاح، من حق النبضة في قلبك تحب وتنحب وترتاح. جمعت أفكاري قررت نقول، راني بيك مفكر بالي مشهور، خوفي من ردك خلاني نبعد ومنعني إني نقول. مرت ليام واني ندمان، حاير في أفكاري ديما سرحان، قعدت مفكر ليش ما قلت لها اني بيها ولها. شخصية قوية خلتني في حيرة، ولما نشوفها مع غيري تزيد الغيرة. شخصية قوية خلتني في حيرة، ولما نشوفها مع غيري تزيد الغيرة. لو عندك حد تحبه وقلبك ليه مرتاح، لا تضيع الفرصة ولا تندم عاللي راح. عندك حد تحبه وقلبك ليه مرتاح، لا تضيع الفرصة ولا تندم عاللي راح. من حق النبضة في قلبك تحب وتنحب وترتاح، من حق النبضة في قلبك تحب وتنحب وترتاح. أبو بكر محمد، بأمانة يعني أنا لو في منتجين يحضروا في هذه الحلقة نتمنى دعم بكر محمد. لا تربطني به لا من قريب ولا بعيد، ولا نعرفه شخصيا، وأعتقد أكيد حتى ولا يعرفني، ولكن نسمع له دائما. الشاب هذا يعني عنده إحساس غريب جدا، وعنده جميل جدا يعني. والله حتى الكليب هذا اسمه منقال نحضر فيه، هذا مسميه أنا نشيد الصباح متاعي بمانة. بعد ما كذا نركب سيارتي تسمع
على طول. أولاد ما شاء الله عليه يعني. ونتمنى يا علي أبو عباد طبعا أكيد علي معدنا بنديت بغازي تواصل مع بكر محمد، خلينا نستضيفوه وخلي الناس تعرفه أكثر، لأن هذا لا بإذن الله مستقبل، حيكون مستقبل من الفنانين العرب. نبرة صوت خيال وإحساس رائع اللي بيع الشابة الجميلة واللي تخش في القلب. لازم أنا أول مرة نسمع بصراحة. قلت عمرك لا لا عندها أكثر من 5 أغاني اسمعها. موهبة جميلة. نتمنى لك في كل الأحوال كل التوفيق، ونتمنى مشرفنا يكون معنا في برنامج يومك. إن شاء الله يا رب. مزاجك كيف اليوم؟ اليوم كويس الحمد لله. الحمد لله. مقارنة ببداية الأسبوع؟ طبعا يختلف ما بين يوم ويوم. بس شو أوجه الاختلاف؟ على الظرف، على الوضع، على التفكير، على التخميم، على حاجات طارئة صارا يعني. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. واحد أنا دائما ندعي صحة. فالحمد لله. أول ما لامس طبعا إن بعد موضوع رجلي وكذا. سلامات. الله يسلمك يا رب. زعلت شوية بعدها قلت خلاص عادي نصيب الحمد لله. قدر. نصيبات. فنتأثر جدا. أنا دائما عندي الصبح مقدس يا عبير بمعنى. نحب من يضحك الصبح. نحب أول واحد نلقاه يضحك. ما نحبش من يجي مثلا صبح نصب عليه وكذا نلقاه كشري او نلقاه مهموم. فديما ندور الناس اللي كيفك ما شاء الله، والناس اللي ديما تضحك. لا لا ما شاء الله عليها عبير والناس القناه الحمد لله بامانه يعني. حلو صباح. الله يسلمك محمود بارك الله. حتى مخرجنا والله من احسن الناس. فدائما ابحث عن السعاده عند الاشخاص، عند واحد تلقاه دائما متفائل، عند واحد دائما مبسوط طبعا احكي معاه هدرز معاه في الصبح. والله في بعض الناس نتكلم فيهم عشان نكت، اقول شوف في نكته جديده. والله محمد الوازني حياتنا لي. لا بجد المزاج من اهم الامور اللي ممكن نحاول احنا نطور مش نطوروه ولكن نعمله على تحسينه بقدر الامكان يعني. طبيعي احنا مثلا نوض وراسنا يوجع فينا احيانا، طبيعي ننكد شويه نسمع خبر مش مفرح الى غيره من الامور، لكن مع مرور الايام تكتشف بان لازم انك انت يكون مزاجك 100% حلو باش تقدر تعيش يومك بشكل جميل. صح. تو على سيره المزاج بنحكي معك يا عبير بكل صراحه، والله هذا السكريبت ولا كان متفق عليه ولا حاجه مكتوبه على تيكيو، فانا بنهدز معك بكل صراحه تو. اها تفضل. لما جي نقول لك مثلا سامحيني فيها، القهوه كيف وجهك؟ على حسب الطريقه. لو قلتها لي بلطافه على قلبي زي العسل. جميل جدا. لو قلتها لي باسلوب قاسي نوعا ما لا اكيد مش حنتقبلها يعني. اذا نبره الصوت والاداء والوقت المناسب كيف تقول؟ بالعكس انا واحد جاء قال لي والله الماليه كيف وجهك؟ نضحك يعني نقلبها عليه هو، نقول باي ما شاء الله جت كويسه عليك، فاهم الطريقة؟ صحيح صح. فدائما حتى المزاج كيفية الأداء ونبرة الصوت. لما نجي أنا نقول لك الجملة علي قلت عبير فعلا جابتها صح، إنك إن مثلا اليوم قلت لك والله قهوة كيف وجهك، وثاني يوم قلت لك الله قهوة كيف وجهك، نفس الجملة ولكن فرق الأداء. صحيح. فإذا اختيارنا للكلام يكون في محله ونختار الوقت، ما يجيش واحد مثلا عبير اليوم متعقدة نجي نبشها ونضيقها تقولي خطاني يا عيمة خطاني، فاهمة؟ صحيح. فأنت ليش اليوم زعلان؟ ليش زعلان؟ لا مش زعلانة لكن 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 فيها قصص. لكن نتمنى زوم ان على عيونها تشوف فيكي تلقوا اسرار. ليش ليش بمعنى مش تفتحي موضوع المزاج؟ شو اللي مضايق؟ لا بالعكس اموري تمام، انا انسانه هاديه نوعا ما يعني. ما توصفيش نفسك لان عارفينك، احكينا ليش انت متضايقه؟ مصمم اليوم مصمم. لا لا مونتير. شنو متضايقه؟ والله تفكير. شو تفكري؟ في عده امور. زي شنو؟ في بكره، في بعده، في اليوم، في كذا امور يعني. بليش زي الناس يعني. بس ليش دائما نبحث عن أساتذة تنمية بشرية باش ناخذ منهم الطاقة الإيجابية، ورغم هم تلقاهم في قمة الهموم والمشاكل؟ دائما النصيحة مرات ما تتقبلش من حد. بالضبط. لما يكون واحد فضفاض يجي يقول مثلا والله أعمل كذا، تبي تكون سعيد أشرب ودي، لا أنت توا أمور واسعة بشكل واسع. انقلي انقلي تجربتك هذه، نبيكي تضحك جديد، نبيكي تبتسمي جديد. شو اللي مزعلك؟ في يوم بكرة خليها واحدة واحدة. سكر راسي يا محمود زيد. خلي الدروب كل حاجه. نبي عبير اليوم تقولي كانك دي زعلانه. والله ابدا مش زعلانه. مجرد تفكير. والله شكرا يا محمود. شكرا. مخرج قال شايفها سعيده. لا لا والله بجد ما فيش حاجه تزعلني الا اكيد الاشياء الكبيره اللي تحدث في حياتنا. اعطيني شيء كبير. تسلم يا زيد. لكن مش هنغير الموضوع. اها ليش بتضايق يوم بكره شنو فيه؟ انا حلتزم بالصمت زي المقدمه. الصمت افضل احيانا حتى لو كان داخلك مشاكل. احيانا الصمت هو اللي يحكي من غير ما نحكي، فالصمت حيحكي لك بصراحه. عينك ترغرغر والله يا جماعه، عيونها مدمعه اقسم بالله.
والله لو في معلش لو في دقه جيبوا عيونها بس والله عيونها مرغرغة. لا جدا انا سريعه نغير لك جوك نقول لك نكته نقول لك نكته على الهواء على الهواء. قال لك مره في واحد ديما ينسى باهي ديما ينسى مشى الدكتور قعد مع الدكتور قال له دكتور انا ديما ننسى. اوكي الدكتور قال له من امتى عندك الحاله هذه؟ قال له اين حاله؟ ضيفة جاهزه. اوكي خلاص خليني نضيف احسن عشان النكته ما وصلتش. اوكي موضوع اخر عماد بعيدا عن المزاج السيدة سمية المقرحي أحد سيدات ليبيا الفضيلات ولدت وترعرعت في مدينة رجدالين أقصى الغرب الليبي تقلدت مهام عديدة كامرأة شقت طريقها في مدينة لا زالت لديها قيود فيما يخص عمل المرأة لكنها تحدت هذا ونجحت وانخرطت أيضا في المجتمع الذكوري الضيق وقامت بإجراء مبادرات جميلة جدا منها تدريب على أخص ذوي الاحتياجات الخاصة وأكيد للمعرفة ولتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وهذه أكيد المصافحة الجميلة حنستقبله مع بعض الأستاذة سمية المقرحي. مساءك سعيد. مساء الخير سيدة سمية. مساء الخير. مرحبتين بك. تسمعي فينا كويس؟ نعم اسمع فيكم كويس. تمام صوتك افضل. اوضح بدايه استاذ سميه عارفين حضرتك وعارفي المشاهد من هي سميه المقرحي. سميه المقرحي انسانه بسيطه جدا. نعم انا من دوله ليبيا تحديدا من بلديه رجدالين. ما شاء الله مديره مكتب مراقبه التعليم في رجدالين. نشطه في مؤسسات المجتمع المدني. حلو. مدربة دولية في التنمية البشرية وأيضا في التنمية المستدامة والعمل التطوعي. أكيد يعني الصفات الحمد لله يعني أكيد طبعا. أنت غنية على التعريف ولكن حتى المشاهد يعرف أكثر عن سمية المقرحي. حضرتك متخصصة في المبادرات الإنسانية وخصوصا ذوي القدرات الخارقة أو ذوي القدرات المحدودة يعني تحت مسميات في يقول ذوي الإعاقة ولكن كمسمى ألطف ذوي القدرات الخارقة. أحكينا بالضبط عن مبادراتك بهذه الفئة وهذه الشريحة المهمة في كل المجتمعات العربية والعالمية أيضا. بالنسبة للفئات الخاصة هذه كانت أو إجبارية هي لما أسست منظمة البر والتقوى النسائية فكنت نطلع وندير مبادرات ميدانية فكان الناس المستهدفة هي المعوزة والأرامل المطلقات وأيضا العائلات المهمشة. فبعدها تفاجأت عائلات من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة أنهم هم بصراحة مقيمين على النظر أو يعني مش واصل الصوت بتاعهم بظروفهم. فلما كنت نطلع وندير مبادرات ميدانية هذه فبصراحة أثروا فيا هلبة. نعم وكنت سند لهم والحمد لله يا ربي أنا دعوة الخير هذه الدنيا كلها. فكانت التجربة هذه معهم أنا نراها أنها تجربة بالنسبة لي يعني حياة يعني أفضل شيء كان بالنسبة لي. ليش؟ لأن في هذه اللحظة لما أنت تتوقع نفسك كأنك أنت في هذه اللحظة يجب أنك أنت تحس به فعلا مش أنك أنت يعني تكون أنت يعني أنك أنت مجرد أنك أنت تساعده بس لا إنسان مرات ما يستحقش أنه هو مادي لا مرات يستحق الكلمة الطيبة. نعم صحيح الكلمة الطيبة صدقة وترفع يعني من معنويتها خير من فلوس الدنيا كنت يعني. طيب أستاذة سمية يعني هذا ياخذني لسؤال آخر مع حضرتك هل ربما نستطيع أن نقول إهمال الدولة لهذه الفئة الهامة جدا في المجتمع جعل مؤسسات المجتمع المدني تتحرك في مجال هذا المجال بشكل أوسع؟ أنا أقول لك يعني صراحة إن هي عمرها ما تتحط الشمس في الغربال. تمام يعني يجب أكيد إن المؤسسات المجتمع المدني تكون لها دور كبير ياسر هي توصل هذه العائلات أو توصل أي صوت. دولة لأن مهما كان دولة هذه يعني صحيح لأن عمرها ما تقول إنها تبطل الشمس في الغربال. يعني بصفة عامة يعني كل فيجب نحن نخدمه يجب نحن فعلا ننهضوا ببلادنا يجب نحن نقدموا لوطننا ونقدموا لكل يعني جميع الصفات يعني ما حددش مدينة بس يعني أو بلدية كل ربي كثر من أمثالك هذه بداية أنت وفريق العمل ولكن سؤال عبير جذبني وعميق جدا هذا اللي خلاني نسأل إحنا يقال وهذا معروف كدولة ليبية دولة ريعية
لكن احيانا ياخذنا الشعور بالوصف ان هي دوله اتكاليه، يعني مع احترامي لكل الوزراء الموجودين والمسؤولين، ولكن نشوف مؤسسات المجتمع المدني وهذه ظاهره ايجابيه، هم من يقوموا بدور الدوله احيانا وكثيرا. شفت صفحات التواصل الاجتماعي ممكن منذ يومين ان واحد من رجال اعمال تبرعت ب 100,000 والاخر بمليون عشان يديروا مصنع اكسجين في ظل الدولة ما تملك من إمكانيات مادية وعلاقات مع دول أخرى، حتى لو كان وصلنا لمرحلة إن هبة من أي دولة من الدول الأخرى رغم إحنا نملكه ومفروض إحنا اللي نعطه، ولكن هذا يخلي دولة نقول وصفوها دولة اتكالية. يعني يعجبني دور مؤسسة المجتمع المدني وأنا منصف دائما ومع دور حضرتك، دور الدولة مهم بصراحة، لكن غياب دور الدولة يعني تمام، إحنا جانبين، جانب مدني مؤسسة المجتمع المدني وجانب الدولة، لكن باعتقادك غياب الدولة باهتمام هذه الشريحة واهتمام أيضا بالأرامل والمطلقات والعاطلين عن العمل شرائح واجدة، شن أسبابها باعتقادك يا أستاذة سمية؟ بالنسبة أني نرى أني أنا من يعني نتكلم بصفتي كأني أنا مرأة، نعم، واجهت العديد من الصعوبات وواجهت العديد حتى من نظريات المجتمع أني أنا أني أقدم أو أني أنا نشتغل. يمكن يعني تعرفوا أن نظرية المجتمع مرات تحكم عليك هلبة أشياء، فهمتني؟ فالإنسان يجب أنه هو يضحي، يعني يجب أنه هو يوصل صوته لغيره. نعم. أوكي تمام، إحنا نتوا نقول وإحنا مثلا بلدية تركدالي، فهي بلدية البدالين مثلاً ما فيش جهات مثلاً فيها أو يديرينها سيارات، لو الجهات اللي نقولوا حتى المجالس البلدية أو الجهات اللي تخدم الدولة ما توصلش صوت المرأة المطلقة والمرأة الأرملة أو دول الجهات الخاصة بيوصل صوت، نعم، هل هو فيش الرئيس نفسه؟ طب يعني بصراحة حتى نرى أن التقدير يكون من الجوانب الأخرى وليس أن مثلاً حتى نحطوه مثلاً الشخص اللي هو الناس الدولة بصفة عامة، لا، لو كنا نكون يد واحدة لكل مع بعض حد قسم صح قلب وقالب وبالضمير، يعني مش مجرد كرسي انت تشده او انك انت كان فقط، لا مش نعم. لو كنت بتكونش فيه فعلا ماليه معناها نعم بكل شيء، فهمتني؟ صح المساعدات انت نعم زايد، يعني احنا يعني نراها ضد انك كنت ما تكونش بد المساعدة إلى الناس الكل يعني. نعم، طيب أستاذة سمية، يعني عندما تحدث عن حياة المرأة المبادرة دائما التي تعطي للدولة وزي ما نقوله للناس وللمجتمع خاصة في هذا المجال اللي هو مجال إنساني أعتقد بدرجة أولى، يعني هل نقدر نسأل نفس السؤال المعتاد أن هي تحارب في وسط مجتمع ذكوري، ولا برأيك اختلفت النظرة نوعا ما؟ بالنسبة يعني حنكون صريحة أنا معك، فضل. يعني نرى أن أخي الرجل سند للمرأة، الله يفتح عليك، تمام، يعني فعلا عوديها مرة أخرى سمية، سمية عوديها مرة أخرى، الرجل شنو؟ عوديها الرجل شنو؟ والله الرجل سند الله يبارك فيك فعلا، والله يكون داعم للمرأة في دائما الرجل ليبي داعم. أستاذ سمية، يعني أنا ممكن أحيانا خلاف، أنا لما شفت كلمة مجتمع ذكوري إحنا بالعكس هذه مرحلة أو هذا المصطلح نسيناه، بالعكس المرأة أصبحت الآن تستطيع وقادرة فعلا، ونشوف في نماذج مثل حضرتك ومثل دائما ناخذ بالأمثال الأستاذة نجلة المنقوش وغيرها من مسؤولين طبعاً وزارات فأحسنتي في هذا الوصف حتى لا يختلط الأمر أن الراجل مقصر دائما مع المرأة سواء كان في عملها أو كان في بيتها، لا، يساعد فيها أنها ممكن تقرأ، يساعد فيها ممكن تعلم القيادة. ف على صعيد الشخصي حنا اكمالا على كلام عبير، هل واجهتي اي مشاكل او حد تجربة استاذ عبير؟ هي تجربة بصفتي انا شخصية اللي دخلت صح في المجتمع، نعم، اشتغل انا بساندني اخي الرجل، بساندني في العمل في البيت، نعم، اوكي بساندني جوزي، بساندني اخوي ابوي، لكن لما نطلع للشارع يختلف العمل بتاعي، من بساندني زميلي معايا في الخدمة، بساندني مديري، قلت جمل نرى بالعكس. قلت جمل زميلي ومديري، إذن يعني أنا أحيانا نقول مصطلح المرأة عدوة المرأة، هذا مصطلح متعارف عليه، لكن بمعنى يعني نحكي كنماذج ليبية شابة وشباب في ليبيا بالعكس يفرحوا لما تلقى مرأة طبعاً تقود أو طبعاً مرأة في منصب أو مرأة تجتهد داعم، تعطينا طبعاً باور، تعطينا فهذه كلمة لعل وعسى نلقوا من يدعم مشروعكم إن شاء الله ماديا ويكبر الله هذا العمل الخيري. نطلعوا من جانب المرأة شوية ونطلعوا من المجتمع الذكوري والكلام هذا كله، خلينا في الأهم، هو مبادرات حضرتك اللي تقومي بها، هل دائما محتاجة لدعم مادي، محتاجة رجال أعمال يدعموا هذا، ولا هناك مثلا
ابواب اخرى او هناك مصادر اموال اخرى من لم التبرعات او من جيب من جيب شخصا، يعني ممكن حضرتك تصرفي من جيبك في سبيل موضوع انساني. صح. هل تحتاجي الى دعم وممكن نحكي به على الهواء استاذه سميه؟ تمام، اعطيني لحظه خمس دقائق بيخلين دقيقتين، يعني المخرج قال ما زال ترد دقيقتين، دقيقتين لحضرتك ودقيقه حنختم بها معاكي. تفضلي. تمام دقيقتين. بالنسبة لمنظمة البر والتقوى النسائية، والله تأسست من ربات بيوت ولم تتأسس من يعني نقولوا احنا من النساء انهم هم ليهم يخدموا في الدولة، لا. أسستها من ربات بيوت حتى يعبوا على رواحهم يشتغلوا. نعم. والحمد لله يعني هم يشتغلوا بمجهودهم. احنا ما نقصنا شيء، نقصنا غير دعم. ليش؟ نعم. لأن حتى هم يكافحوا بأنفسهم ويشتغلوا. احنا ما نبوش حد يجي يعطينا، لا انت اعطينا احنا نخدمه وبعد ذلك احنا نساعد غيرنا. صحيح. ايوه. طيب. يعني انا اعطيك مثل معلي. تفضلي. تفضلي. نقولوا احنا الماجد في البيت لما تعبيه بالميه، لما تبدي ديما تاخذي منه الميه حيتم. صح. صح ولا لا؟ لازم في له ميه ثانيه. معناها يجب ان الانسان يخدم ويكافح حتى هو بيخليه حد بده ايده. يجب ان هو يكافح ويساعد غيره. نعم. طيب أستاذة سمية، يعني على أرض الواقع ومستقبلا أكيد نتمنى لكم التوفيق في هذا الشغل الرائع وفي هذه المبادرات الجميلة. هذه الفئة زي ما نقول لازم تنخرط في المجتمع في كل المجالات، يعني الكبيرة قبل الصغيرة والصغيرة قبل الكبيرة. هل هنشوفه على أرض الواقع هذه الفئة موجودة وعندهم كل الإمكانيات وزي ما نقول الطرق سهلة لي حتى هم ينخرطوا؟ هي حاليا موجودة على أرض الواقع. نعم. دعم بس لو دعم تبو دعم هنشوف المرأة شو تعمل فقط. نعم. يعني ما نقصنا شيء إلا دعم. وفي نفس الشيء دعم المعنوي أهم شيء قبل أي شيء، قبل الدعم المالي أكيد. نعم. نتمنى لكم طيبة صدقة. نعم نتمنى لكم كل التوفيق. بصراحة رسالة عظيمة جدا من الرسائل الإنسانية لكل مؤسسات المجتمع المدني. نشكرك على وجودك معنا أستاذة سمية المقرحي، مدربة وناشطة مجتمع مدني. شكرا لك. وشكرا نعيمة على كلام المجتمع الذكوري. هذا نعيمة والله مظلوم الرجل، والله مظلوم يا عماد، والله مظلوم. خلينا في الواقع يا عماد. لا الواقع مختلف، بس والله رجالة مظلومين في ليبيا، لكن ربي ينصرهم ان شاء الله وينصر. والله العظيم. اوكي عبير. ان شاء الله خير. نطلع فاصل. يلا مشاهدينا فاصل وراجعين لكم بعد شوية. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في برنامج بلاد البلد. ان شاء الله يا بلادنا الخير عليك يا عم وزاهية بفرح. اليوم حلقتنا من برنامج بلاد البلد في برج الامل. ان شاء الله يا بلادنا الخير عليك يا عم وزاهية بفرح. عشان هيك ولاد البلاد موجود اليوم في المعرض باش نخشوا مع بعضنا ونتعرفوا على المواهب ونتعرفوا على المشاريع الصغرى. يا ليبيا ما يسفك فيك دم وتعيشي ديما غالية شمل دايل تن. البلاد هيكون في كل مدربية إن شاء الله. يا ليبيا ما يسفك فيك دم. اطلعوا قولوا كلمة خليكم خلي يعرف ما فيش احنا شعب حي ونتكلموا ونطالبوا بحقنا. ما تحرمنيش من حقي اني انا نختار من نبي للداخل والخارج. خليهم يعرفوا ان احنا شعب عندنا كلمة ونبوا انتخابات ما تجلهمش.
نفسك تحمي أولادك تحمي وطنك. كورونا فيروس قاتل. الفلوس كورونا مقاتل. احمي نفسك احمي بيتك احمي وطنك. فلوس كورونا مقاتل. لازم تفتح الدوار. خليك في حوشك تحمي نفسك تحمي بلدك تحمي أولادك. وفلوس كورونا قاتل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم حياكم الله في حلقة جديدة من ميادين. الرأي الرسمي لاتحاد كرة القدم لينضم إلينا الكابتن عبد الحكيم الشلماني كابتن أكرم الهمالي مساعد مدرب منتخبنا الوطني. أهلا ومرحبا بك أكرم. أي سيادة الشباب والرياضة السابق دكتور طلال بداية أهلا وسهلا بك. دائما العودة لموضوع منتخبنا الوطني لكرة القدم. لازلنا مع منتخبنا الوطني للشباب. ماذا تغير أمنيا حتى يقام دوري آخر وهو السؤال الأهم الآن. نلتقي إن شاء الله عبر شاشة قناة ليبيا كل يوم جمعة واثنين. حياكم الله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. في متاهات الحياة نمر بظروف مختلفة، منها ما يفرح ومنها ما يحزن. لحظات السعادة نعيشها في جمالياتها، ولكن لحظات الألم لا تمر علينا جميعا بنفس الطريقة يا عماد. بعضنا يتجاوزها ويحول الضعف طبعا إلى قوة، لكن البعض الآخر يتوقف عند هذه المرحلة ويصبح وجوده في هذه الحياة مجرد وقت ينتظر مروره. والحزن والألم والشعور باليأس وغيرها من الأفكار الظلمية تثقل الحمل الملقي على كاهلها وتجعل من الأيام الجميلة حزينة وبائسة. وهنا نتحدث عن حالة الاضطراب المرضي يطلق عليه المزاج السوداوي. سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور عبد الله الرعود وهو مستشار في العلاج النفسي الطبي. أهلا وسهلا بك دكتور. مساء الخير. حياكم الله. يا أهلا. أهلا وسهلا. اليوم ابتدينا بس الحلقة بكيف المزاج اليوم وكيف النفسية وكذا، ورجعنا لنفس الموضوع بصراحة وموضوع مهم جدا عن المزاج السوداوي. نعم. عندما نتحدث عن هذا المزاج، هل هو مزاج طبيعي ينتاب كل إنسان بشكل يومي ولا في اختلافات معينة؟ هلا المزاج نعم. بشكل طبيعي نورمال موجود عند كل البشر، لكن أكيد. يتذبذب من شخص لآخر. لآخر احنا لما نحكي مزاج سوداوي معناته مزاج مش سوي. مش سوي. مش سوي. المزاج هو عبارة عن يعني إذا كان سوداوي أو في اضطراب هو اضطراب بالصحة النفسية، يميل إلى اضطراب في الانفعالات اللي بتمتد من الحزن والكآبة، ممكن إنه توصل إلى الطرف الآخر النقيض اللي هي السعادة حتى تكون إيش برضو سعادة مفرطة. لذلك يعني السعادة ممكن تكون سعادة طبيعية في حدودها الطبيعي، لكن إذا كانت زادت عن الحد بتكون حالة من اضطراب في المزاج. وممكن إحنا يعني الآن في العيادات النفسية بيسموه اضطراب الوجدان، وممكن يكون اضطراب أحادي زي الاكتئاب والاضطراب السوداوي المزاج السوداوي، أو إنه يكون إيش اضطراب ثنائي القطب اللي هو بيمتد للبايبولر اللي هو بيمتد من الكآبة الشديدة
وفجأة بنتقل إلى إيش؟ الضحك والسعادة الشديد. لذلك هذا بسموه اضطراب ثنائي القطب. ثنائي القطب. إذا الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر. إذا كان السعادة سعادة مفرطة، إذا هذه حالة مرضية قد نكون أنها حالة السعادة المفرطة. يعني هل حالة تمثيلية يعيشها الشخص عشان يتناسى هذا المزاج المضطرب أو المزاج السوداوي؟ هناك يعني علامات تنذر بوجود، إذا سمي هذا مرض نقول حالة المزاج السوداوي، ما هي العلامات الشخص اللي ممكن لو كانت موجودة فيه أو ما حوله ينصح يقول أنت يعني عندك مزاج سوداوي، حاول رجع دكتور نفسي أو حاول أنك تعالج نفسك بنفسك؟ شو هي العلامات الدالة؟ يعني العلامات إحنا دائما بنقسمها لمجموعات. نعم. من الجانب النفسي بيكون في عنده كآبة شديدة، بيكون في عنده حزن، بيشوف الدنيا بمنظور أسود، دائما انطوائي انعزالي لفترات طويلة. من ناحية اجتماعية علاقاته الاجتماعية بتكون ضعيفة جدا، ما بحبش يختلط مع الآخرين، بنزعج يعني بسرعة من الضوضاء، من الصوت، من الكراودد لما يكون الناس يعني مجتمعين بشكل ازدحام، مزدحمين. من ناحية معرفية أو إدراكية عمليات عقلية تركيزه بيكون خفيف جدا. أعذرني بس بخصوص العمليات العقلية والإدراكية، في بعض الأشخاص تصير لهم مثلا مشكلة معينة يعني، فدائما يسبقوا في الأحداث بعد المشكلة، يشوفوا شو ما راح يصير بعد هذه المشكلة، يشوفوها ربما في ذهنهم في عقلهم فقط يعني. هل هذا صحي أو سوداوي؟ لا، هنا أنت بتحكي يعني إنه مثلا الحدث بتقصدي؟ الحدث أيوة بالضبط. الحدث هي لا يعني هي بتختلف يعني، ما لها علاقة بالاضطراب. في أشخاص أسوياء جدا، مثلا فرضا أنا أحيانا بروح على البيت بجيب معي شغلة فرضا حلويات، بتحكي لي زوجتي والله كنت أنا يعني نفسي بحلويات. يعني هي العملية كمان لأنه أنا بكون متعايش مع زوجتي، بعرف شو بتحب وبعرف أنا شو بحب، لذلك أحيانا ممكن أن يكون في تخاطب. أنا بقصد مع الشخص نفسه يكون مرات يكون حد سيء، مش ما يكونش إيجابي يعني. متوقع أنا مثلا اليوم ماشي عندي احساس ان حتضربني سياره، عندي احساس اي حاجه سوداويه، او لا قدر الله حنمشي مستشفى نزوم فلان نحس انه حيموت. هنا الحاله شو هذه الحاله؟ يعني احنا دائما بنحكي حتى بالدين، نعم، تفاءلوا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفاءلوا بالخير تجدوه. لذلك احنا دائما في كثير من المرضى اللي بيجوا عندنا على العياده شو بحكي يعني، بهيئ نفسه انه انا اذا بس بدي اخرج من البيت بصير في عندي حالة من اضطراب في الأمعاء، يعني كأنه بدي أروح على التواليت والحمام مثلا. الآن هو بهيئ نفسه، الآن مجرد ما بده يخرج بصير يفكر بهاي الشغلات. هذا التفكير يعني حسب يعني إذا كان تفكير سوداوي بيأثر على الدماغ بالضبط، لأنه كل بنية معرفية موجودة في مقدمة الدماغ مرتبطة بانفعال بالهايبوثالاموس. لذلك إذا أنا فكرت بطريقة سوداوية بده يظهر انفعال سلبي سوداوي. صح. صح. لذلك نتيجة هذا الانفعال السوداوي بده يظهر خوف، قلق، توتر. صحيح. إذا ظهر القلق والخوف والتوتر أول شغلة في جسد البني آدم بتخرب اللي هي تنفسه، بصير تنفسه شلو سطحي. صحيح. لذلك إذا خرب النفس كل المنظومة الصحية الجسدية تتخربط. صح. لذلك إذا تخربطت بصير يظهر عليه إيش؟ أعراض جسدية. لذلك إحنا حتى يعني ما خليتونا نكمل مثلا شو العلامات اللي بتدل على الجانب السوداوي، إنه في أعراض جسدية أحيانا اللي هي مثلا منها اضطرابات في الأمعاء، القولون. في ناس يعني مريضة قبل كم من يوم إسهال شديد متكرر، عملت كل الفحوصات ما في شيء، السبب هو إيش؟ نفسي. القلق والتوتر نفسي. لذلك يعني الأعراض بتمتد من أعراض نفسية لأعراض عضوية. إدراكية معرفية، نسيان، ضعف التركيز، أحيانا ضعف الطلاقة اللفظية.
ببطل يركز ببطل يتهته مرات عنده قدرة عن التهته. قبل فترة لما حكينا احنا عن اضطرابات الكلام بنفس الجلسة هون بصير انه كمان في عنده اضطرابات في الكلام, أعراض جسدية كمان زي ما ذكرت, أعراض سلوكية بصير ريستلسنس مش مستقر. ما لا يمكن انه يعني من شدة القلق والاكتئاب انه يجلس فرضا على كرسي لمدة نص ساعة او لذلك بكون ايش مش مستقر سلوكيا. صحيح دكتور, نسمح لي واسمح فريق الاعداد وعبير في حالة اعرفها قريبة جدا تمام, انا نبي نصيحة استشارة مدام فرصة حضرتك معنا. الشخص هذا عنده مريض ورم سرطاني, ورم دماغي؟ لا ورم في العظم. تمام. يعني كانسر؟ كانسر نعم. مشى شوط كويس في العلاج, بعدين خذ قرار انه يوقف علاجه باعتقاده ان الام العلاج اصعب من الام المرض نفسه, ويكون جسمه هزيل بالكيماوي وكذا وكذا وكذا. هنا مرض نفسي فيه توقع للشيء هذا انه ممكن يوصل المرحله هذه, والمرحله فعلا حيوصلها. هلا شوف الامراض الكانسر يعني علاجها مؤلم جدا, والعلاج الكيماوي مؤلم جدا. ممكن انه ما فيش عنده توليرانس تحمل يعني قدرة التحمل يعني على الألم. لذلك يعني إحنا ما بنعرفش إنه هل هو فعلًا إنه بيعاني نفسياً, علماً إنه كل الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض مزمنة دائماً برافقها اضطرابات نفسية. طبعاً بصير في عنده حتى ضعف مناعة نتيجة المعاناة النفسية. لذلك المناعة النفسية والصلابة النفسية مهمة جدا في الأمراض المزمنة. إذن محتاجين قوي هذه المناعة. بالضبط. كيف دكتور؟ الآن هاي بتحتاج إنه لقضية كوجنيتيف ثيرابي, العلاج النفسي الإدراكي, عمليات الدعم النفسي, عمليات يعني شرح العمليات الطبية, إجراءات الطبية كيف بتتم وشو كل خطوة, يعني هاي بتساعد المريض انه يفهم شو مرضه, شو الخطوات, شو الاجراءات اللي بتم فيها. قضيه الاسره مهمه جدا طبعاً. الدعم الاسري والعائله, كل القضايا احنا بننظر لها بكل الجوانب حتى انه نعمل على دعم المريض حتى تخفف من معاناته النفسيه. برضه كمان في ميديكيشن بعطوهم ادويه نفسيه حتى تخفف من شدة القلق والتوتر والآلام برضو اللي بتعتري الأمراض المزمنة. نعم. طيب إذا ما فيش كل هذه ربما الحلول عند الشخص, المضاعفات التي تنعكس عليه إذا ما فيش حلول. إذا ما فيش حلول شو بتقصد فيها الحلول يعني؟ يعني مثلاً اللي تكلمت عليه حضرتك يعني. ما زارش دكتور, ما رفض انه يمشي الدكتور مثلا امراض نفسيه وكذا, طبعا هنا بدها تتفاقم اول شيء القضيه الطبيه الجسديه اللي بداخله اولا, يعني الورم بده يزيد ينتشر اكثر. ثاني شيء نفسيا بده يتعب اكثر. ثالث شيء المحيطين فيه بدهم يتعبوا اكثر منه نفسيا, لذلك القضيه راح تتفاقم. نعم حتى يعني جوابك توصل للانتحار يعني. صحيح توصل للانتحار. لاحظنا في يعني بالضبط هذا كان شخص معروفين يعني وانتحروا نتيجة إيش الألم والعدم يعني تلقي العلاج يأس مرحلة اليأس. لما نتكلم عن يعني برأيك لماذا ازدادت هذه الظاهرة, هل تعتبرها ظاهرة اللي هي الانتحار ولماذا برأيك؟ الآن يعني الانتحار يعني قضية مهمة في المجتمعات الحديثة بشكل عام, وخاصة يعني مع ظهور مرض خطير مثل الكورونا ومسببات والنتائج اللي تبعت هذا المرض, تطور يعني تحور المرض والفيروس بشكل مستمر. العزل, في ناس متعودين انه يسافر يروح يجي. الآن يعني الجانب الاقتصادي عند البشر كلها تأثرت, يعني كثير من الحالات حالات مرضية بيحكوا معانا انه انا بعاني من كذا وكذا وكذا. نعم. بس والله ما معي مصاري. لذلك الجانب الاقتصادي, الجانب الاجتماعي, حتى الامراض زاد, الامراض النفسية زادت اكثر من اللازم. كثير من الحالات على فكرة يعني المرضية النفسية بالذات يعني كان
يروح على شيوخ يلجأ شيوخ بيختلف ترى إنه تروح على شيخ محترم كويس بيختلف عن إنك تروح على مشعوذ. الله يفتح عليك. أحسنت يا دكتور، هذه نبي نصيحة مهمة لي. يعني بجوز اللي حكيت قبل شوي عنها كان عندها شوية دياريا اللي هي الإسهال، كانت تروح على شيخ كان يأخذ منها 100 دينار. قلت لها يعني العيادة النفسية إحنا تسعيرة الطبيب مستشار أول يعني بأخذ 62 دينار من نقابة الأطباء. يعني ما بعرفش كيف بأخذ 100 دينار، هذا ضعف. لذلك يعني بلجأوا لكل الأساليب، بلجأوا لعيادة الطب العام، بلجأوا للمشعوذين، بلجأوا أحيانا للشيوخ الدين المحترمين، بلجأوا لعيادات الأعصاب. آخر شيء ممكن إيش يعني لما تتفاقم المشكلة ويصير ما فيش حل، يعني بقول لك إنه أنا لازم الآن أروح أشوف عيادة نفسية. بعد ما يكون هو إيش انتهى، والحل الأول كان العيادة النفسية. بالزبط. هو الحل الأول العيادة النفسية. هنا نسأل حضرتك سؤال نختم به مع حضرتك، زيارة الطبيب النفسي. الكلام دائما يقول لك أنت مذيعين كلام فضفاض، زوروا دكتور نفسي كل 6 شهور كذا. أنا عن نفسي زرت دكتور نفسي ومستعد نزور مرة تانية، وحنجي لحضرتك أكيد طبعا. الله يسلمك. ليش الثقافة هذه يعني عند العرب بالذات، عند البعض في الدول العربية يقول لك أنا مش مريض، هو مش موضوع مرض. يعني كيف ممكن تقنع أمامك الكاميرا إن زيارة الطبيب النفسي كزيارة طبيب أسنان، كزيارة طبيب كمعمل تحاليل؟ كيف تنصح الناس؟ سيدي هاي الاستيغما احنا بنسميها وصمة العار اللي يعني الملتصقة بالعيادة النفسية، هي قضية عالمية مش بس بالدول العربية. بس بالدول النامية بتكون أكثر. يعني أنا كثير من عملت بجوز قبل فترة زي دراسة إنه كل مريض نفسي كان يجينا بطريقة متأخرة. ليش مثلا أنت متأخر؟ اللي بيحكي لك إنه أنا العيادة النفسية بدهم يعطوني صدمات كهربائية، ما في صدمات كهربائية. اللي بيحكينا بعطينا أدوية ممكن تسبب لي إدمان، لا بالعكس إحنا بنعالج الإدمان. اللي بيحكي لك إنه يعني إذا مريت من جنب العيادة النفسية معناته أنا مجنون، لا. يعني في حالات العصابية، هاي حالات مرضية سهلة جدا، يعني علاجها بسيط جدا جدا. لكن إذا ما تعالج الشخص منها تتطور بشكل هائل جدا، وممكن إنه تخليه يعني يفقد وظيفته، يطلق زوجته، أحيانا ممكن يقتل أولاده، يعني يعمل جرائم في في المجتمع اللي بيعيش فيه. لذلك يعني أشكال هائلة جدا من الاضطرابات النفسية يعني تكون بيعاني منها أشخاص لدرجات هائلة، يعني لأشخاص متعددين وبشكل كبير جدا. لكن تفكيرنا إنه العيادة النفسية ما بي يعني ما براجعها إلا الشخص المجنون، أو إنه أنا إذا رحت على العيادة النفسية بدهم يعطوني صدمات كهربائية، أو إنه بعطوني أدوية بتخليني دائما نايم، أو أدوية بتسبب لي إدمان ولا حاجة. صح صح، عرفت. لذلك يعني قضايا كثيرة جدا شائكة مختلفة. نعم. طيب دكتور، سؤال ربما نختم به هذه الفقرة الجميلة، ما هي النصائح للتخلص من المزاج السوداوي في حياتنا؟ يعني أول شيء يعني إحنا دائما بنحكي على إنه البيئة السوية هي إيش اللي بتنتج أعضاء أو أشخاص أسوياء. يعني بيئة سوية بتكون من الأب والأم، تتمثل في التربية المعتدلة الطبيعية. أنا دائما إحنا بنحكي إنه الشاذ سواء كان بالإيجابي أو السلبي أو السلبي مش منيح. لذلك أنا حتى يعني كثير من المرضى بيقولوا له إنه بدي أصير أنا إيجابي. أنا بحكي له أنا ما بدي إياك إيجابي، أنا بدي إياك إيش؟ طبيعي عقلاني. لذلك التربية الوسطية، يعني التواصل بين أعضاء الأسرة، يعني مساعدة الأشخاص على التكيف. كل ما زاد التكيف عند الشخص كل ما كان ابتعد عن المزاج السوداوي. التأقلم، يعني مراقبة الأطفال، برضو كمان التعرف على قدراتهم وإمكانياتهم.
هواياتهم حتى كل واحد يمارس قدراته وإمكانياته هواياته بطريقة سوية حتى أنه ما يصير في عنده مزاج سيء مزاج سوداوي وجدان سيء انفعال مش سوي مش سوي. لذلك يعني هي مجموعة من العوامل تكنيكات احنا بنهتم بالانفعالات بنهتم بالعوامل العقلية بنهتم بالعوامل الأسرية برضو الجينات يعني لها دور كبير جدا العامل الوراثي له دور كبير جدا في المزاج لذلك يعني هي مجموعة من العوامل لكن احنا احيانا بنحاول انه نعمل على تعديل السلوك وتعديل المزاج حتى ايش يرجع الى المزاج السوي. نعم. دكتور عبد الله العود مستشار علاج نفسي طبي سعداء جدا بهالاستشارات الكثيره وان شاء الله حلقات القادمه قبلها حيكون ان شاء الله في برومو خاص بحضرتك بحيث ان اي تساؤلات وخصوصا حالات ما بعد الحرب حالات النفسيه فنتمنى تزورنا ان شاء الله وتقبل الدعوه مره ثانيه سعداء جدا شكرا لحضرتك حياكم الله بنشرف شكرا لك كل الشكر اهلا نورتنا دكتور حياكم الله حنمشي الفاصل بعد الفاصل مكملين بقيه فقراتنا خليكم نتطلع إلى أن نتجاوز الكثير من العقبات والمعوقات لإنجاز الاستحقاق القادم وهو تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 يعقبها تسليم السلطة إلى السلطة المنتخبة من الشعب مباشرة. المسؤولية مشتركة بين السلطات أمام الليبيين، الأمر الذي يتطلب مطابقة المعايير المتفق عليها وبناء قناعة بصحة ودقة ونزاهة الاختيارات. طريقة تسجيل الناخبين بالخارج في البداية تزور الموقع votabroad.ly تجد أمامك شروط التسجيل وكذلك الإرشادات المتبعة لعملية التسجيل تضغط في البداية على بدء التسجيل مباشرة إذا كان لديك حساب مسبق ومسجل مسبق في عملية تحديث الأخيرة 2017-2018 دخل بريد إلكتروني وكلمة المرور من ثم في حالة إنشاء حساب جديد أي تسجيل جديد تضغط على بدء في حال هنا يسألك يذكرك في حالة أنك أنت تعرف رقمك الوطني وحافظه تضغط على نعم دخل البريد الإلكتروني من ثم كلمة المرور بعدين إعادة كلمة المرور
من ثم تختار البلد على سبيل المثال غير اللغة العربية مثلا مصر. أول ما تختار البلد يطلع كود البلد موجود هنا، تختار المدينة على سبيل المثال القاهرة، من ثم تدخل رقم الهاتف بالدولة المقيم بها، لأن الرقم هذا حيوصلك عليه كود التحقق لضمان أن الهاتف يشتغل. قوم بعملية إنشاء حساب مباشرة، حيوصلك كود على الإيميل اللي دخلت فيه، تزوروا الموقع الإيميل وكذلك على رقم الهاتف. هنا إيميل جديد، ناخذ الكود اللي وصلني، احنا في الحالة هذه قاعدين ما كملناش عملية تسجيل. نقدر في حالة نبي نعدل الحساب نضغط على زر تعديل الحساب ونعدل إيميل وكذا، أو نستكمل عملية تسجيل. خلينا نستكمل عملية تسجيل، ناخذ رقم وطني تسك لغرض تجربة. هنا الرقم الوطني، إعادة الرقم الوطني، رقم القيد، كذلك تاريخ الميلاد. طبعا تاريخ الميلاد نفسه أن يكون قد أتم 18 يوم 24 ديسمبر الذي يحق لهم التسجيل. اسم الأم. من جديد حننتقل لموضوع آخر ومختلف عن النفسية نوعا ما عماد. الحجر الصحي وكورونا لها جوانب إيجابية، ففي من قاعد يقضي في وقت أكبر مع الأهل والأبناء، وفي من اكتشف مهارات جديدة، وفي من تعلم شيء جديد، وهذا اللي صار مع ضيفتنا فاطمة عبد الرحمن، وهي من مدينة الجفرة تخصيصا أو خصوصا في ودان. أهلا بك فاطمة، وأكيد هوايتها هي المكياج السينمائي. أبدت رحلتها في سنة أو تحديدا 2020 في شهر 3 أيام الحظر أو أيام الحجر الصحي. كان فاطمة تتصفح وتشوف الفيسبوك، قابلتها فيديوهات تحكي عن المكياج السينمائي، عجبتها الفكرة وقالت خلاص خليني نبدأ ونشوف اليوتيوب. وطبعا قالت حسيت روحي إن هي متمكنة وإنها هتكمل هذا المشوار. فهذا فاطمة في جزئية بسيطة. حنرحبوا معنا، هي معنا على السكايب. مساء الخير يا فاطمة، مرحبتين بيك ومساءك سعيد. تسمعي فينا؟ اي واضح نسمع فيك. هيك كده نسمع فيك. فيك يا فاطمة، مرحبتين بيك ومساء الخير عليك. احكينا في البداية كيف اكتشفتي عندك موهبة خاصة في المكياج السينما. كان وقتها في نعم الحجر الصحي، كنت قاعدة على الفيس أنا قصيرة صح؟ نعم. احكي احكي، انت مرتبكة شوية. لا ما تبحتيش فينا، مرتبكة شوية هي. عد الله اسمعي، خذي راحتك، ما تبيش تبحتي في الكاميرا، ما تبحتيش. عد الله تحكي مع صاحبتك عبير، احكي لها كيف بديتي. لا هو نعم هو كأنه قصيرة بس. عندك صوت يجاوب، في ايكو عنده يا جماعة. تمام باي معلش، حاولي تفضلي. تمام. ايام الحجر الصحي كنت قاعده على الفيس، قابلني فيديوهات للمكياج السينمائي، فحبيت الفكره فخشيت على اليوتيوب وقعدت ابحث عليه اكثر. ولا حبيتي الفكره يا فاطمه؟ في البدايه حبيت الفكره، بعدها جربت على طول. نعم. فاطمه، الواضح من صوتك وشكلك صغيرونة ما شاء الله، ولكن كبيرة القدر يا ربي يحفظك. هذا النوع من الخدع السينمائي طبعا أنا كنت نتمنى، ولكن نعرضوه طبعا بعض الصور جدا جدا صور في قمة الروعة، يعني قصدي قمة الروعة شنو في, 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 في التنفيذ، واقع جدا، قص رجلين ويدين وكذا. فطبعا شباب بلغوا تحديدا زيد السيد زيموني وحكانا قلنا ناخذ نشاور بعضنا في هذا الموضوع، فقالوا اعلاميا او انه المفروض ما يعرضش هذا الشيء، لكن شغلها
شغلها ممتاز، وهذا الصور يعني، وهذا الموضوع مش في برنامج أسري، يكون في برنامج خاص بهذه الموهبة، الخدعة السينمائية أو المكياج السينمائي، ولكن صورها حتلقوها بإذن الله، وإن شاء الله ما يعملناش مدرناش بلوك على الفيسبوك، حتلقى صور موجودة على الفيسبوك. فاطمة يعني المواد منين تستخدمي فيها، وشن هي المواد تستخدمي فيها؟ هل حاجات من برا تستوردي فيها؟ هل حاجات تديري فيها في الحوش، المواد الخام موجودة عندك في البيت أو تشتري فيها من محل؟ لا، هو المواد من البيت، لأن هو فيه مواد خاصة به بس برا ليبيا، في ليبيا ما هناك. خلاص درت بديل لكل شيء، للدم وللعجينة. مش حنخش في تفاصيل أكثر، لأن هذه التركة، هذا سر المهنة طبعا عندك أو كذا، ولكن هل تتوقع يعني إن إذا كانت وفرت المواد الخام المطلوبة لتلك السكتشات أو بعض الصور اللي حابة أنك أنت تديري فيهن، هل ممكن الموضوع هذا يتطور عندك وتعاوني مع مخرجين ليبيين مثلا في أعمال خاصة بمواضيع مثلا الجرائم وموضوع ضرب النار رصاص وكذا؟ هل إن شاء الله إذا كانت توفرت هذه المواد متوقع أن في تعاون بينك وبين المخرجين في ليبيا؟ إيه بإذن الله. هو كان كلموني من كذا جهة في بنغازي وطرابلس ومصراتة، يعني أنا من بعد المسافة وهيك يعني ما قدرت أني نمشي. طب هل حابة تكملي المشوار وفي نفس هذا المجال فاطمة، ربما تكوني حتى يعني مهنية أكثر وتكوني يعني في صلب هذا الموضوع عن طريق الدراسة، رغم أنه ما أعتقدش في ليبيا في ما فيش في الموضوع لا في 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 طرابلس، عارف اسمها بالضبط، لكن في تقنية فنون تخش من جهات تخش للمكياج خاص ولا عام؟ يعني هل تبع كلية الإعلام والفنون؟ لا مش عارفة بالضبط، ممكن يكون مشروع خاص عليها فحطولي دورة. ايوه دوره مشروع خاص بس اعتقد يعني ربما تكمل لك هذا المشوار وترسخ اكثر هذه الموهبه الدراسه. اكيد يعني. اكيد ردود فعل الوالد والوالده والاهل، خصوصا انك انت يعني استخدمتي اطفال اعتقد ممكن يكونوا اخوتك او جيرانك او كذا، عذبتيهم بصراحه يعني ما شفت الصور عذبتيهم الشكل بتاعهم، الصوره بروحها تقول انك انا حيه فعلا. كيف رد والديكي او الاب والام في هذا الموضوع الأسرة تحديدا؟ الحقيقة إن ما حد خالفني في الموضوع هذا، كلهم وقفوا معايا. حلو حلو. إيه بدايتها التشجيع كان من عيلتي وبعدها أصدقائي وبعدها على السوشيال ميديا، يعني زي الأنستا. فتحت على الأنستا، فتحت شور المكياج بس، يعني ما دخلت أي صورة ثانية. طيب هل حابة تنشري أعمالك أو رسوماتك على السوشيال ميديا أكثر، ولا ربما تشوفي في الدراما الليبية محتاجة إلى نوع من هذه الخدع السينمائية؟ أي أنا نشوف أن محتاجين، لكن كلموني كذا جاء، لكن أنا ما صار ليش بس بأنت، لكن لو صار لي شيء جديد أكيد أنا مش فيها. يعني أنت تعرضي في موهبة جميلة، ولكن بعد المسافة أعتقد أنك تطلعي من ودان إلى طرابلس أو إلى مدينة أخرى، مصراتة بنغازي ولا غيرها، ممكن يأثر على دراستك. هل فعلا ممكن النشاط كيف هذا أو الموهبة هذه تأثر على دراستك وعلى يعني حياتك العامة؟ ممكن تخشي في هذا المجال وتسيبي لا قدر الله الدراسة، تقولي موضوع فيه ربح فيه كذا؟ لا، لكن هو صار لي مرة إن كنت لما كلموني كنت في مكتب، فأني ما كملتش معهم لأني يعني هم كانوا يبوا نعطيهم كورس في الشيء، أيوة يعني يجيبوا أشخاص وأنا نعطيهم يعني نعلمهم في المكياج، فأنا ما قبلتش. نعم. طيب يعني أنا من خلال الصور اللي شفناهم بصراحة حسيتهم ربما أكبر من عمرها نوعا ما شوية، فيهم دم بشكل كبير، فيهم ربما عنف. ليش مركزة دائما على هذه الأمور فاطمة، أو ليش ركزتي بالأساس يعني؟ لأن ما فيش يعني المواد بتاعت الرسم مش متوفرة للسينما. أيوة للسينما الثانية، حتى جربت أني ناخذ ألوان ما حصل. فهمتك. أيوة مش متوفرة بالضبط. احنا عندنا في ليبيا للأسف الحقوق الملكية الفكرية يعني منهوبة، خليني نقول لفظ أرق شوية وألطف،
منهوبة إني أنا إن نكتب بيت شعر نلقاها متغنية أو نلقى نكتب حط صورة نلقاها واحد يقول أنا اللي صورتها. ما بالك المجال هذا أنت يعني أنت نشأتي حاجة أو نشأتي صورة كاملة أو لوحة فنية خاصة بالخدعة السينمائية. هل سبق أن حد وخدها شغلك وخدها جهدك ونسب لنفسه أن هذه أنا اللي دايرها وهذه أنا اللي استخدمت كذا وكذا وممكن حتى يوصل أنا آسف في مرحلة ما بعد الكذب؟ نعم فيه مرة انسرق لي منشور أنا كنت منزلة تعريف عن نفسي وهيكي فانسرق لي منشور نسب كتب اسمه زي ما أنا كنت مدير أنا كتبت اسمي ومواليدي ومن وين ومن كل شيء خلاص خدي كتب اسمه وعمره وكل شيء خصه وخدي وللعلم أني أنا كل صورة كاتبة اسمي من لوطة فيها يعني باين علامة مائية مفروض تكون دي حاجة خاصة بيكي بصمة هيكي حلو كم تفضي خلاص أنا كتبة كم تفضي في نفسك في اليوم مثلا لممارسة هذه الهواية اللي بدت معك كهواية في الأساس؟ في البداية كنت شبه مثلا في الأسبوع مرتين أو ثلاثة بس بعدها بين الأسبوع فترة يعني دير فيها من فترة إلى أخرى. شن أقرب عمل ليكي أكثر حاجة حسيت أنك أنت متدقة فيها ومركزة وحطيت كل إمكانياتي وجهدي في صورة معينة أو في رسمة معينة؟ نقول ما يقولش رسمة ولكن في سكتش معين. شنو أكثر حاجة؟ ما فهمت بس نعود لك أوضح لي أكثر. نوضح لك مثلا أنت لما صور جن موضوعك إحنا للأسف كنا يعني والله زيد كنت نتمنى لكن نحترم رأيك أكيد زيد إن نتمنى أن الصور كان موجودة باش نقدر نوصف لك شنو أقصد ولكن أنت رسمتي كم رسمة أو درتي كم رسمة تمام منها واحد يعني أكثر صورة ركزت عليها أكثر صورة أكثر عمل أكثر لوحة تعبتي فيها وكان موضوع إن طلعت بشكل كيف ما تبيها وأحلى الصورة كانت لي كأنها رجل مبتورة والصورة الثانية كأنها في رصاصة في صدرة للعين للطفل شفناه في الصورة يعني قلبك قوي يا فاطمة مقواها أنا والله لما شفت الصور ما قدرتش صراحة فيعطيك الصحة يعطيك الصحة يا فاطمة هذا ممكن يخلينا نشوفوا إن بعض الصراعات اللي صايرة في الوطن العربي قد تكون فيك يعني تكون خدعة سينمائية ويقول لك مثلا صاروخ ضرب مدينة كذا ويصوروا أشلاء ويصوروا كذا هل ممكن العقل يوصل هيك وهل راحت المتعة إني يعني نتفرج على فيلم رعب ولا كذا ونقول لا هذا فاطمة ديركي ما شاء الله عليها يعني يصبح الموضوع خلاص ما عادش نصدق هي تو أنا مثلا تو من جهتي أنا لما كنت خدمت في المكياج قبل لا نخدم فيه كنت نشوف أفلام الرعب وهيك كنت متأثرة فيهم بس تو لا قعدت مركزة على الجروح وعلى إن هذا كيف الضربة جاته وكيف على راسه وهيك قعدت أكثر شيء نركز عليه ردي بالك على روحك يا فاطمة ونتمنى لك كل التوفيق وبصراحة أنستينا وأسعدتينا اليوم موهبة كبيرة جدا إن شاء الله يا رب نتمنى لها يا رب إن شاء الله وشكرا على الفيس ماسك دعواتك دائما بارتداء هذا الفيس ماسك أو هذا نسيت اسمه والله الكمامة الله آسف ارتداءك الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي اللي قاعد نتمنى انه يصير في ليبيا فشكرا على هذه الرساله وشكرا على وجودك معنا فاطمه اتمنى كل التوفيق صحيت بارك الله فيك شكرا لك يا فاطمه كل الشكر نتمنى لها التوفيق بصراحه يا رب كثير من عندها ما تعطي ما شاء الله حتى رغم سنها ولكن عندهم ما يعطوا فقط التشجيع والاهتمام وانك توفر لهم فرص شيء اهم هنمشي لمحطة أخرى عماد وهي محطة التوعية المرورية والفقرة اللي خصصناها لكم متابعة الحركة المرورية والإحصائيات الخاصة بأقسام المرور الرسمية أكيد أن تعرفوا اليوم عن حركة المرور في مدينة البيضاء واللي حكينا عنها العقيد بنغازي مدينة بنغازي صلحوا معناها تعرفوا على العقيد حمدي البرغثي رئيس قسم المرور في مدينة بنغازي مساء الخير أفندي أهلا وسهلا بك في برنامج يومك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبتين بك أستاذ نعم تسمع فينا بوضوح إن شاء الله نسمع فيكم كويس نعم احكي لنا في البداية بماذا يتميز الوضع المروري في مدينة بنغازي نعم هذا
في مداخلة الحاكم وقضى يوم طيب ومبارك بإذن الله. فيما يتعلق ب نعم فيما يتعلق ب مدينة بنغازي جيدة في يعكس صفها وبشكل العام انسيابي جدا بإذن الله تعالى. نعم نعم. إذا تحدثنا عن التحديات التي تواجهكم في مدينة بنغازي، تحديات كرجال أمن ورجال مرور فندي العقيد حمدي برغثي، ما هي جل التحديات في مدينة بنغازي؟ مدينة بنغازي كما يعرف الجميع من 2016 من هذه اللحظة المباركة هي في مأمن وحركة فيها احتيالية بالكامل. المواطن يلاحظ استحسان حركة وزارة الداخلية بشكل ملحوظ فيما يتعلق بمديرية أمن بنغازي. نعم. أقسامها التابعة لها بما فيهم قسم مرور بنغازي اللي يعد أكبر أقسامها الخدمية التي تقدم خدمة للمواطن السليم فيما يتعلق بنسخ الرخص القيادة بالتحديد. نعم. السيد الخاص بالمرتبة الموصوفة بما في ذلك تقديم الخدمات الغير منظورة من ضمنها فيما يتعلق بالحوادث اليومية ومتابعه وما في خصمات. طيب العقيد حمدي، هل ملاحظ بأن في الفترة الأخيرة كان في ربما حركة من ازدحام السيارات على مدار اليوم في مدينة بنغازي، ولماذا برأيك؟ كيف ما يعلم الجميع أن مدينة بنغازي أصبحت قبلة لكثير من مدن هذه الأنحاء بما فيه بعض الناس اللي أغلب خدماتها وأغلب مشاريعها وأغلب مدينة بنغازي. مدينة بنغازي تعج بنشاط وحيوية خلال ذروة ساعاتها الأولى حتى منتصف النهار. مدينة بنغازي حتى قمة شبيهة بقمة القلية. نعم. اللي المقبل إليها تحديدا عاكفة وزارة الداخلية مشكورا في ذلك الأمر مديرية أمن بنغازي أن تقدم جميع وكافة الخدمات المرورية وتسهيل مسارات بديلة. إذا كان سابق الطرقات العامة ما يعيق حركة السير على بينة وبصيرة من بعض الاختلاقات. عارفين نحن في صف الصيف أحيانا كثير من الناس في الجنوب او الجنوب الغربي يحصر مدينه بنغازي مقصدا للسفحه والسياره والاستمتاع. نعم. نحن على مقربه من هذا الرقم الكريم نحاول بقدر الاستطاعه تقديم ما يجب تقديمه في هذا الامر. نعم. العقيد حمدي البرغثي، حضرتك بالشخصيات يعني المعروفه بجهدها معروفة بمكانتها، أنا كسكان أحد سكان مدينة بنغازي أشهد على ذلك، ولكن أختم مع حضرتك بطلب وسؤال. يعني نشوف في الدول العربية فندي عمدي أن يقننوا موضوع تضليل السيارة نظرا لوجود المساحات الشاسعة في المدن ووجود الشمس الحارقة وخصوصا في هذه فترة الصيفية، فبعض الدول يقننوا تضليل السيارات بنسبة لا تتجاوز 30% مرئية هذه الرؤية لدى صاحب المركبة أو لرجال الأمن. ونشكر وهذه فرصة لنشكر رجال الأمن في كل مناطق مدينة بنغازي وكل ليبيا. هنا يعني أنا تساؤل، هل سيتم تقنين التضليل أو التظليم لزجاج السيارات بنسبة قانونية يعني على أقل تقدير في فترة في فصل الصيف يعني فقط؟ حضرتك عارف ان المرتبه الاليه هي مرتبه موصوفه وتحدد رقم فيما يتعلق بتغيير الجوهري لوصف المرتبه. تغيير الجوهري. نعم. المجتمع الليبي للاسف حدد متى واين تخالف المرتبه. نعم. فيما يتعلق بالزجاج المعتم
أصبح وسيلة لبعض المشاكل الأمنية خارجين عن القانون. صحيح صحيح جدا. وبالتالي الكل على حد سواء يخضع للحد قدر استطاعتنا من هذه الظاهرة الزجاج المحتم ظاهرة والصور ظاهرة معناها نحن بالحد منها وبيش نوصل لدرجة من الوصف الحقيقي راح الزجاج المعتم يؤثر على درجة الرؤية الصحيحة لقرنية العين ومصطفى. نعم. كان مراجعة أي طبيب هذا يحدد الأمور هذه على على نعم. على بشكل فني وصحيح. نعم. يتعلق بواجباتنا مثل المرور التأمين الجوهري داخل يخالف عليه وتحجز المنطقة الحالية وتخالف نص القوانين وما شرع القانون في شأن من 50 دينار إلى 100 دينار. غرامة مالية. نعم. نعم. العقيد حمدي البرغثي رئيس قسم المرور في مدينة البنغازي، سعداء جدا بوجودك معنا وشكرا على الإيضاح والتوضيح، ونثمن جهودكم ونشد على أيديكم دائما في كل مناطق ليبيا وكل أحياء ليبيا، يعني وليس بالأخص بنغازي، ف هؤلاء الجنود يعني دائما مشكورين اللي دائما يعطوا اكثر مما ياخذوا في 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 كل المواقف وكل الاوقات، ما بين الصيف ما بين الشتاء تلقى رجل مرور مهنتهم صراحه صعبه جدا. شكرا لحضرتك العقيد حمدي البرغثي. شكرا لك. نشكروها اكيد كل الشكر العقيد حمدي البرغثي، ونتمنى بان دائما في كل المدن الليبيه بصراحه هي مش بس في مدينه بنغازي تكون دائما حركه المرور سهله ويعني ميسره لكل الناس، لان دائما اغلب يعني في المرضى في المستشفى احنا في من مشوار الى مشوار وعن طريق زي ما قلت انت حركه المرور، فان شاء الله دائما تكونوا سالمين غانمين، وان شاء الله دائما الرجال المجهولين هذا تكلمت عليهم يكونوا دائما في ان شاء الله خدمة. باذن الله اكيد، وان شاء الله ما تلقوا المزاج السوداوي اللي حكينا عليه اليوم في شخص تعزوه ولا تلقوه قدامكم وشخص ولا حتى كل يوم مع انفسهم حتى طبعا انا بامانه يعني والله العظيم مش كلام مبالغ فيه، ولكن يعني لازم نزور الدكتور بامانه، لو نتمنى لازم نزور يعني الدكتور تحت الهواء. لو تذكري عبير قال جمله، قال انا اول ما وصلت بريطانيا درست في بريطانيا الدكتور عبد الله، قال كل شهر قال كنت نقول مبالغ الموضوع هذا ان زياره بس صحي الناس. جدا طبعا صحي والله صحي جداً. رغم انه يعني غلو شويه في في القيمه او في الـ في الـ في, الـ في قيمه الـ الاستشاره، ولكن نتمنى كل 6 شهور كل واحد بامانه يزور يحكي فضفض شويه، ونتمنى ايضا من دكاتره محمود كنا لا ابدا محمود لا والله ومعاذ كنا سوداوي، معاذ محمود قال لي معاذ سوداوي تعال خش انا وقول له لا صح قال لك لا يا محمود ربي ان شاء الله يهنيكم ويهنيك يا عبير. شكرا لك يا عماد، نبي تختمي بابتسامه ابتسامه لا قويه يعني عن ودنك. ايوه نشكركم مشاهدينا، نتمنى لكم مساء اسعد واسعد، ان شاء الله ايامكم كلها زينه وفرح ونبتعد عن كل ما يقلقنا. شكرا لكم ونشوفكم في حلقه جديده.